مدى 4 جلسات تدريبية راح يتعرف خلالها المتدربات على مفهوم التسويق وإيش هو الفرق بين التسويق والبيع وإيش هي مميزات التسويق الحديثة وشو هي طرق التسويق الحديثة المنتشرة حالياً من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. على منظمة PRD وحضرنا جلسات للتسويق وأخذنا العملي والنظري بالمعمل الجبنة ونجي هنا ناخذ النظري واستفدنا كثير. هذا الشيء يعني راح ينفعنا مع الأيام إذا صار عندنا مشروع إن شاء الله نستفيد منه مشان نستفيد نحن وفيد عندي أطفال الأيتام إن شاء الله بإذن الله.